راديو أورينت يقدم ملف اليوم السابع. أهلا بكم مستمعين. هل هناك ضغوط إقليمية على الثوار لوقف المعركة في حلب؟ هل تبقى لجنيف شيء أم أن الرصاص قلب طويلتها؟ أهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ملف اليوم السابع، يقدمه لكم هادي أحمد. وفي سؤال حلقة هذا الأسبوع، هل تعتقد أن تقدم روسيا برد عسكري عنيف من أجل استعادة جثث الطيارين الخمسة؟ 95% نعم، 5% لا. أذكركم بأنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال توجيه أسئلتكم واستفساراتكم وتعليقاتكم على تويتر وفيسبوك. يمكنكم مشاهدة البرنامج أيضا من خلال البث المباشر على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك. أهلا بكم أينما كنتم مستمعين ومشاهدين. أيضا نبدأ الملف الأول من حلب، والبداية مع تقرير مراسلنا إبراهيم الخطيب. هو اليوم السابع على بدء معركة فك الحصار عن مدينة حلب التي بدأها الثوار من مختلف الفصائل العسكرية بهدف فتح طريق جديد لإمداد المدينة المحاصرة بعد سيطرة قوات النظام على معبر الكاستيلو في ريف حلب الشمالي. دار الحكمة ومنطقة 1070 شقة وقرية الشرفة بوابة مدفعية الراموسة، جميعها مناطق باتت محررة بالكامل خلال المرحلتين الأولى والثانية من العمل، فيما يواصل الثوار استكمال المرحلة الثالثة التي تهدف لتوسيع بقعة المعارك التي باتت تمتد على مسافة تقدر بعشرين كيلومترا ابتداء من تلة الحويز في أقصى الريف الجنوبي حتى مناشر منيان في أقصى الريف الغربي. وبعد مبارح شو اسمه عند الظهر تقريبا، بعد ما سيطر اخوانكم في جبهة الجيش الفتح على مباني المشروع 1070 شقة وعلى شو اسمه مدرسة الحكمة وعلى تلة مؤتة وعدد تلال حواليها، حاول الجيش النصيري والميليشيات الإيرانية مبارح عند الظهر محاولة التقدم إلى مشروع 1070 شقة لمحاولة استرجاع ما خسروه، ولكن الحمد لله ثبات الأخوة والعزيمة، وبإذن الله نداء السكالة في حلب ونداء أخوتنا في حلب ثبت الأخوة بإذن الله، ولم يقدروا يأخذوا مبنى واحد بإذن الله. ونحن الآن داخل آخر مشاريع 1070 شقة، بعدنا أمتار قليلة هنا عن مناطق النظام التي هي كما شاهدتموها من شوي على من سوريا ومباني الحمدانية. كيلومترين فقط هي المسافة التي باتت تفصل الثوار على أسوار كتيبة مدفعية الراموسة عن الثوار المرابطين في محيط مبنى بلدية الراموسة ضمن الأحياء المحاصرة، وأمام مئات الغارات الجوية التي تستهدف الثوار حاليا على أطراف كتيبة المدفعية يثور التساؤل التالي: هل سينجح الثوار فعلا في إطار المرحلة الجديدة التي يتم التجهيز لها في فتح خط إمداد لمدينة حلب المحاصرة من داخل ثاني أهم قطعة عسكرية في مدينة حلب بعد معامل الدفاع، ألا وهي مدفعية الراموسة؟ لملف اليوم السابع، إبراهيم الخطيب من مدينة حلب. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلي المحلل العسكري هشام خريسات. سيد هشام مرحبا بك. أهلا وسهلا سيد هشام. يعني بداية، هل
نتوقف أو نتوقف الآن عند احتدام المعارك في مدينة حلب وبالتحديد في منطقة الراموسة التي تعلم أيضا أن فيها كلية المدفعية والمدرسة الفنية الجوية التي تعتبر خط أو موقع امداد لوجستي لقوات النظام في المنطقة الشمالية. يعني برأيك كيف تتوقع أن تجري الأمور في معركة حلب الآن؟ أولا المعركة الآن اللي هي هاي منطقة الراموسة هي بصراحة هي كانت واجب مضمن وليست واجب محدد. الآن حولوها الثوار إلى واجب محدد. الواجب المضمن هو كيف تفرق يعني بالمفهوم المدني حتى يفهمها المواطن. نعم. وما الذي وقع فيه الثوار الخطأ يعني. أولا ناهيك عن اللي هي نشر الأهداف قبل أسبوع من العمليات، ومعروف لدى الجميع بأن أي عملية تنشر أهدافها تلغى العملية، لأنك يعني كأنك تقول للعدو الآن احشد في المنطقة الفلانية، ازرع مناطق تقتيل، ألغام، طيران، تسجيلها أحداثيات مدفعية وما أن يتقدم الثوار حتى يرموها. لذلك كان مفروض أن يخفوا نهائياً الأهداف ومع ذلك نشروها. الآن المعركة الواجب المحدد للمعركة الرئيسي يعني وهو يجب، ليس هنالك بديل عن الكاستيلو 6700 متر يجب أن تعود. الثوار الآن يقاتلون أي مكان يخطر على بالك إلا الكاستيلو، لن يكون هنالك ثغرة أو بديل كما هي الراموس الآن يتوقعون، وليست هي بالمسافة، لنفرض أنها 700 متر، هي بالمناسبة ليست 700 متر ولا 1000. نعم. هي بقياس على جوجل بالمخططات العسكرية والتي لا تحتمل اللبس هي 1475 متر. 1475 متر من العامرية وغربا، أما شرقا فهي شقق 1070 شقة. هذه المسافة التي تفصل بينهما هي كتلة نارية هائلة، وهنالك خزان بشري وخزان ضخيرة وخزان تشبيح، وهنالك تعتبر أكبر وأخطر من منطقة معامل السفير. لذلك سفيرة، لذلك هذه المنطقة لا تقيسها بالأمتار. كل شبر سيقاتل الثوار في هذه المنطقة، لنفرض جدلا أن الثوار فتحوا ثغرة، وهذه الثغرة كما يقولون لنقول ما يقولون أنها 900 متر 950 متر. الآن لديك في شيء اسمه يستطيع النظام السيطرة بالنيران والسيطرة بالقطاعات. القطاعات أقدام الثوار تدوس هذه الثغرة، هذه إذا فتحت، وأنا بالمناسبة أستبعد أن تفتح لأن الموضوع هو ليس عاطفة. الموضوع هو عبارة عن دراسة مقارنة قوى وقوى عسكرية. نجح الثوار بالبداية بتنفيذ اختراق لأنهم حققوا عنصر مهم بالبداية وكانوا إجراءهم سليم، وهو عنصر المباغتة. بعد عنصر المباغتة لم يتوقف أي محلل عسكري يحمل الجنسية السورية، ولن تتوقف فضائية. أربع فضائيات قمت بالفتح عليها كانت تقول عن أهداف المرحلة المقبلة. عندما تقول أهداف المرحلة المقبلة، إذن أنت قلت للحشد الشيعي الشعب الصفوي وقلت للحرس الثوري الإيراني زجوا بكل ثقلكم، هنالك احتمال أن يتم استخدام غاز الكلور. بشار الأسد قال عن الكلور هو غاز مطبخ تستخدمه السيدات، أي هو يستهزئ ويقول يعني الهايبكس وهذه المواد اللي تنظف السيدات للبيوت يعني غاز الكلور يعني لديهم شيء طبيعي ممكن أن يستخدموه. الآن هناك نقطة خطيرة، هل تسمع محيط حلب؟ محيط حلب الآن تتكلم عن حمص، تتكلم عن إدلب، تتكلم عن حماة. هذه حماة هذه المحافظة الوحيدة التي ليس لها حدود، هي المحافظة الوحيدة في سوريا ليس لها حدود على دول جوار. المفروض أنه الآن هؤلاء الثوار انسلوا من هذه المناطق وبدأوا يلهبون ظهور الحشد الشيعي الشعب الصفوي. تتكلم عن 69 ألف يحاصر حلب، وتتكلم عن 104 آلاف داخل حلب من الثوار من الفصائل. مفروض أن أهالي حمص أو المقتربات أو ما يسمونه بالمصطلحات الشرقية في سوريا المحاور التقرب، هذه يجب أن تشتعل محاور إدلب باتجاه حلب، يجب أن تشتعل محاور التقرب باتجاه حمص جنوب ريف حمص الجنوبي، ريف حمص الجنوبي باتجاه ريف حلب الشمالي، وأيضا من حماة، وأيضا من المنطقة الجنوبية من خناصر التي تمسك بها داعش. هذه المناطق لا يوجد عليها أي اشتباكات، ولذلك الثوار توقفوا بفعل الضغط الكبير. وعندما قلنا قبل أيام يعني أن العجلات شيء جيد للأطفال وهي لرفع المعنوية فقط، أما أن تصبح هذه العجلات هي الدرع الواقي، لا، لأنك لنفرض جدلا الطائرات يوم عندما يكون ثمنها مليون دولار 100 مليون دولار، هل يعقل أنها لا تقاتل بالليل؟ أيهما أكثر حلكة، الدخان المنبعث من الإطارات أم حلقة الظلام الدامس في الليل؟ ومع ذلك الطائرة تسير ضمن إحداثيات معينة. نعم، ومع دخل تلك الإحداثيات تسقط القنبلة. هذه القصة. نعم، ابقى معي سيد هشام. أنتقل إلى عضو المجلس السياسي للجيش الحر رامي الدالاتي. سيد رامي مرحبا بك، هل تسمعني سيد رامي؟
نعم، أعود إليك سيد هشام المحلل العسكري، يعني هل تعتقد بأن هذا الجيب الذي فتحه الثوار سيتوقف؟ هو توقف الآن. السبب أنا أقول لك لماذا توقف. نعم. توقف هذا الجيب لأنه كثر عليه الكلام وكثر عليه الحديث. يعني يأتيك عندما يأتيك المراسل أو الناشط أو القائد العسكري يقول لك الآن خلفي 4 مفخخات، وكأنهم يقولون الآن سدد على أي سيارة دفع رباعي أو مناقلة جند مجندرة، تقترب من هذا المكان وعالجها فورا بأسلحة التدمير. لا تنسى أن الراموسي هي فيها كتيبتين مدفعية، كتيبة 20 مليمتر وكتيبة 120 مليمتر وكتيبة 130 مليمتر، يعني على استعداد أن تكون هذه الكتيبتين قادرة على بفتح سد ناري هائل ضمن المنطقة التي سيتم فتح الثغرة منها. لذلك من البداية كان الواجب الرئيسي أن يتم فتح الهجوم على الكاستيلو ب60,000 مقاتل على الأقل. نعم. وأن تكون لغة الحوار مع النظام، لأنه يفهم لغة الدبلوماسية المفخخات جيدا ويحترمها، لأنه لا يفهم إلا باللغة الدبلوماسية التي تتبعها إسرائيل. انظر للدبلوماسية التي تتبعها إسرائيل مع النظام، هذا النظام لا يستطيع أن يتفوه بكلمة، النظام لا يحترم إلا لغة القوة. فعلى الأقل مفروض أنه في اليومين السابقين وليس الآن، مفروض أنه كانت لغة الحوار لفتح هذه الثغرة هو من 30-40 مفخخة أنها انطلقت الساعة 4 صباحا. يعني تقصد إرهاق هذه الجبهة؟ نعم، لا نعم، إرهاق هذه الجبهة. أنت عندما تفتح النيران المفخخ، تخيل قوة الصدمة عندما تأتي ب10 مفخخات، كل مفخخة تحمل 12 طن من المتفجر، تخيل قوة الصدمة الهائلة. وما أن تتوقف المفخخة الأولى لتضرب نفسها في أي هدف حتى تتبعها الثاني والثالث، ثم قوة الصدمة ستنهار. بهذه الطريقة يتعامل تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي هو بالعراق هكذا تتجنبه الفرق المدرعة والآلية، لأنه الجيوش حتى هذه اللحظة، حتى الجيش الأمريكي، وانزل لأي جيش تريده، لا يوجد لدى الجيوش المتقدمة ولا متأخرة في هذا العالم وعلى رأس الجيش الأمريكي شيء اسمه الوقاية من المفخخات. المفخخ إذا رجل انتحاري إذا قرر أن ينتحر فإنه سينتحر. الآن لا نرى المفخخات الخروج على وسائل الإعلام والتسويف ونقل المعلومات، ما عليك إلا أن تفتح مركز استخبارات لتجلب المعلومات الهائلة من هؤلاء المراسلين الذين هم غير مسؤولين عن كلامهم. النقطة الأخرى أن المفروض أن يكون هنالك لدينا مناورة اسمها كسر الطوق، لا يستطيع السوار فك الطوق، يستطيعون كسر الطوق. فك الطوق تحتاج إلى 12 فرقة مدرعة، 4 آلية وثمانية مدرعة، وهذا لا يتوفر لا للنظام ولا الثوار، ونحن لا نريدها منهم. لكن فتح الثغرة على الأقل يجب أن يكون طوقين، الطوق الداخلي وهو القوة المحاصرة داخل حلب تنسق على بضربة محددة على قوة خارج مع القوة التي خارج حزام حلب أي أحرار الشام مع القوات التي أطبقت عليها بعد سقوط الكاستيلو، وبالتالي يتم الهجوم هجوم رئيسي من مكان بنقطة معينة، يضربونه بساعة صفر معينة، يلهبون صدورهم وظهورهم، صدورهم من الداخل من الطوق وظهورهم من الخارج أي القوة التي خارج الطوق. عندما يوقن النظام بأن فاتورة بقائه حول حزام حلب ستكون مهلكة ومدمرة ولا قبل لهم بالمفخخات، فإنك بالتالي ستضطر المعادلة نحو التالي، انسحب حتى لا تكون الفاتورة التكلفة أعلى، ولا يدفعون أي فواتير. نعم. البعض يقول عملية محاصرة حلب استمرت لأسابيع طويلة، والبعض يسأل لماذا تأخر التحرك من خان طومان لفك الحصار، وما السر في هذا التقدم المفاجئ؟ هنالك لدينا أزمة قيادة وسيطرة وتحكم. هل تعلم أن الراموسي كشفت نقطة خطيرة جدا ولكن لا أحد يستغلها، لأنه لا أحد يريد أن يستوعب ولا يفهم هذه الرسالة. النقطة أنه يعني أقول لك بصراحة يعني وبخبرة 33 عام بهذا المجال، لأن هنالك تخبط في لدى النظام، قيادة النظام وميليشيات الحشد الشيعي الشعب الصفوي، والدليل الإرباك الذي أحدثه الثوار بالمكتومية العالية عندما بدأوا بطريقة صحيحة كتموا الموضوع، انهارت ميليشيات الحشد الشيعي الشعبي الصفوي وقوات النظام، أي أن هناك القيادة والسيطرة منظومة القيادة تؤكد بأن هذه القيادة ضعيفة، لكن الثوار لم يستغلوها. الآن خان طومان وغيره من المناطق، الآن لدينا أزمة قيادة. قد أحصي لك 7 أو 8 غرف عمليات موجودة في حلب، وجميعها كل واحدة لديها أولوية ولديها طريقة في القتال. المفروض أن الثوار إذا لم يريدوا أن يندمجوا معا أن يضعوا سيطرة لأغراض العمليات، كيف سيطرة لأغراض العمليات؟ فصيلك تريد أن يبقى لوحده منفصل لا مانع، ولكن لأغراض العمليات حتى نكسر الطوق، ما رأيكم أن نندمج تحت غرفة عمليات واحدة وهي غرفة عمليات حلب مثلا أو غرفة عمليات جيش الفتح؟ نعم. أي مسمى ويندمج تحته الناس. لماذا؟ لأنه أنت تحدد الأولى.
الدوريات الآن عندما تريد أن تكسر الطوق، تريد من قوى الفصائل أن تجمع القوة للواجب. نريد منكم 30,000 جنديا الآن من هذه الفصائل بكامل تسليحات مع 4 مفخخات، نريد أن نضرب البناية الفلانية لأنها هي المنطقة التي يتحشد بها الحشد الشيعي، سنضربها الساعة 2 يوميا، يعني الساعة 2 اليوم مثلا أو الساعة 4 اليوم أو الساعة 5 اليوم. إذا هنالك قوة، يجب هنالك مركز قيادي واحد يجبر الموجودين خارج الطوق على أن يتجمعوا في النقطة الفلانية، ويجبر الذين داخل الطوق على أن يتجمعوا في المنطقة الفلانية، ويحدد لهم ساعة صفر ويضربوا. الآن غرف خان طومان والغرف التي تشابه، كل واحد منهم يرى له أولوية تختلف عن الأولوية الأخرى، وبالتالي هم يتقاعسون عن القيام بأي عملية بهذه الطريقة. لا ينفع هذا الكلام، نحن نريد عمل مؤسسي. يعني قبل يوم أو يومين خرجنا على مداخلة وكانوا يقولون لماذا لا نقول أن عجلات الكوشوك هي التي ستنصر ثور. هذا الكلام لا يجوز. أولا يجب أن نحترم المستمع، ويجب أن نحترم القناة، ويجب أن نحترم أنفسنا، لأنك عندما تتصل بمحلل عسكري المفروض أنه أن يكون محلل عسكري أمين ويعلم أن هذه المداخلة مسجلة وستحسب له أو عليه، فلذلك يجب أن يكون موضوعيا ويكون دقيقا بنقل المعلومة أو لا يدخل. نعم، في هذا الإطار سيد هشام، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر توافقات روسية أمريكية من حدة المعارك في حلب؟ الأمريكان الآن يشرعون وهرولون إلى أن يريدوا أن يستغلوا الثوار، هكذا يعني وجهة نظر الأمريكان. الثوار يعني أحرزوا جيبا وهذا الجيب ممتاز، ونريد أن يتم إعادة التنظيم عليه، أي الاحتفاظ به، لا نريد أن نخسره يعني يومين أو يقوموا بالتراجع، لأن هذا النظام بعد يوم أو هذا اليوم أو بالغد ستبدأ عملية قصف غير مسبوقة في تاريخ النظام تجتاح منطقة الراموسي، لأنهم لا يريدون لهذا الجيب، هو جيب نار، أن يتقدم. لذلك الأمريكان وجدوا طريقة أنهم يريدون، كمان لا تنسى أن الأمريكان يعني سواء كرهوا الثوار أو أحبوهم لا يريدون أن تستفحل إيران، وبنفس الوقت لا يريدون أن يستفحلوا الروس. نعم، هم الوقت الذين لا يريدون أن يتفوق الثوار على بالمسرح العالمي، لكن ليس من صالحهم هم شخصيا، يعني ليس من صالح أوباما ولا البنتاغون الأمريكي ولا CIA أن يكون هنالك تفوق كاسح للحشد الشيعي الشعبي والحرس الثوري الإيراني والقوات النظام. يريدون أن يكون هنالك توازن. لذلك سعى يعني كلام صحيح ليس شائعة، ولكن الثوار هم قد يعلمون أو قد لا يعلمون وقد لا يريدون أن يعلموا، ولكن هنالك كلام أنه سيتم هنالك وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام. 7 أيام ممكن للثوار أن يعيدوا تنظيمهم وأن يحشدوا قواتهم. نعم، النظام سيحشد قواته، ولكن ليس بديل. أنا أقول لك الجيب توقف الآن. ما هو الحل الآن؟ لن يبقى الجيب كما هو الآن، سيقومون بشيء اسمه الهجوم المعاكس، أي سيقومون بالضغط على الثوار بريا وبالسدود النارية بالمدفعية، ثم الطيران الروس الذي لن يتوقف ولن يسمح بهذا الجيب أن يستمر. كان بالإمكان الثوار بالبداية أن يحافظوا على الكاستيلو، أو على الأقل أن يقطعوه بالنيران ويجوم التماس. أنت إذا لا تستطيع أن تقاتل عدوك هو أكفأ منك. انظر إلى غزة ماذا يعملون، يجومون التماس، أي يبقوا قوات العدو منفتحة على مدار الساعة، لا يتركونها ترتاح ولا يتركونها تأكل ولا تنام ولا تشرب ولا تستريح على مدار الساعة إدامة التماس. هذا لا يوجد. لماذا؟ لأن خان طومان الفصائل الموجودة هناك لها فكرة تختلف عن الفصائل الموجودة في شمال حلب وشمال شرق حلب وغرب حلب وجنوب حلب. نعم. كل واحد لديه طريقة ولديه أجندة. يعني جبهة فتح الشام كانت مدرسة في المفخخات، الآن أصبحت منضبطة بالوقت الذي لم يكن الثوار بحاجة مثل هذا اليوم إلى 30 مفخخة على الأقل، لأن الراموسية كتلة بشرية نارية هائلة لا ينفع معها ما يتوفر من أسلحة للثوار لأنها نقاط حصينة، لا ينفع معها إلا حرب المفخخات. يجب أن تستمر المفخخات 4 أو إلى 5 ساعات بدون توقف ليذهب 30 شهيد. الثورة السورية دفعت فعليا وستسمع قريبا أكثر من 1,800,000، وليس كما يدعون 450,000، مليون ونص وأكثر من 1,500,000، قرابة 1,800,000 ذهبوا هنا وهناك المفقودين والتي ذهبوا إلى الأجهزة الأمنية ولم يظهروا. نعم. فمن يدفع هذه الضريبة يستطيع أن يدفع 30 شهيد بمفخخات وانظر النتيجة. أما بهذه الطريقة لا ينفع، يعني الخروج على الفضائيات والتحدث بما سيحدث أو الإبلاغ عن النوايا بحد ذاته كارثة. على الأقل الصمت،
السكوت من ذهب باللعب العلم العسكري. نعم. في هذا السياق، الطيران الروسي تعلم أنت أنه لعب دور في حصار حلب من الشمال، لكن وسائل الإعلام التابعة أو الموالية للنظام تتحدث عن تأخره في هذه المعركة وأن هناك خلاف بين موسكو وطهران، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق باعتقادك؟ الإيرانيين منذ 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 الشهر الثالث من هذا العام، الإيرانيين كان هنالك يطفح على سطح، يعني على سطح التفاوض بينهم هنالك خلافات كبيرة. أولا الروس وجهوا رسالة قبل فترة عندما تخلوا عن المعارك في حلب قبل هذا اليوم، وجهوا رسالة للإيرانيين بأنكم لا تستطيعون الإملاء علينا، نحن نقرر متى نقصف ونحن نقرر متى ألا نقصف، فأنتم سواء غضبتم أو لم تغضبوا بخناصر عندما توقفوا وتخلوا عن الحرس الثوري الإيراني عندما داعش فتكت بالحرس الثوري الإيراني. قالوا لهم وجه وزير الدفاع رسالة لهم، قالوا لهم أنكم لا تملون علينا، نحن نقرر متى سنقصف ونحن نقرر متى نقصف، لأن في سوريا الآن مشروع ومصالح، مصالح روسيا تريد الغاز وتريد الأرض وتريد المال السوري، وهذه ليس مشكلة يمكن أن تتفق معها لأنها تريد المال بالنهاية، لكن المشكلة الثالثة أن هنالك مشروع، والمشروع هو مشروع عقدي ومشروع هلال شيعي، والإيرانيين لا يقبلون لا مالا ولا جاه، دفعوا عليه 33 مليار دولار منذ الثورة عام 1979، ثورة الحشد الشيعي الشعب الصفوي التي قادها الخميني، والآن ليس بهذه السهولة أن يفرطوا بهذا المشروع، لأنهم يعلمون علم اليقين بأنه إذا ما انتصرت الثورة وخاصة في حلب فسيضرب نتيجة هذا المفعول رد فعله على إيران، لأن الشعب الحاضنة تشتعل بالداخل كما تشتعل الآن في حزب الله، لذلك سيتم نقل الكرة ليس إلى دمشق وإنما سينقلها إلى طهران، وبالتالي المشروع الإسلامي الذي الشيعي الطائفي الذي بناه الخميني هو على المحك الآن، لذلك لا يستطيعون أن يبقوا في حلب ولا يستطيعون أن يخرجوا من سوريا، هم في ورطة الآن، لذلك سيقاتلون بأي شيء، واتقي شر اليائس، هم يقاتلونك لأنهم يعلمون أن مسألة سقوط بشار أسد هي مسألة منتهية، مسألة وقت، لكنهم الآن يحاولون أن يؤجلوها، لذلك الروس لا يأتون على أجنداتهم لأن الروس لديهم أجندات أخرى، وبالتالي يرسلون رسالة من فترة إلى أخرى بأنكم لن تملكوا سيطرة علينا، بأننا متى نقصف ومتى لا نقصف، نريد ثمن كل شيء، الروس أتوا لمصالح، لذلك الروس يريدون الدفع سلفا. نعم، نشرت سيد هشام، نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا كتبه كل من الدبلوماسية الأمريكية والمستشار في معهد واشنطن للأبحاث دينيس روس، وأيضا المؤلف والمستشار في المعذاته أندرو تابلر، طبعا يدعون فيه إلى توجيه ضربات بالطائرات دون طيار وبصواريخ الكروز للقواعد الجوية الروسية أو السورية التي لا يوجد فيها جنود روس. يعني المقال يشير إلى أنه حان الوقت لضرب القواعد الجوية السورية عقوبة لسوريا لخرقها وقف إطلاق النار ولإرسال رسالة واضحة لروسيا بأنها هكذا ستواجه خروقات وقف إطلاق النار. كيف تقرأ ذلك؟ نعم. مكتبة البنتاغون ومكتبة البيت البيضاوي لديها 600 ألف نسخة مرسلة من معاهد معترف بها وأممية ودولية وجميعها تعترف بها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد أن نظام بشار الأسد ارتكب آلاف الجرائم وهي موثقة، ومنها 173 ضربة كيماوية تعرض لها الشعب السوري. أوباما لن يتدخل عسكريا بسوريا وهو يمسك العصا من المنتصف، الإنجاز الكبير الذي يحتفظ به إنجازان بعهده الأول والثاني، الأول هو قتله لأسامة بن لادن بعد أن تم استدراجه أو معرفة أين يقطن، والمشروع الآخر هو المشروع الاتفاق النووي الإيراني، لذلك يعتبر هذان الإنجازان كفاية ولا يهمه ما يحصل للشعب السوري، ولن يكون هنالك أي ضربة عسكرية لأوباما لا بسوريا ولا بأي مكان آخر، لكن البنتاغون أعد ثمانية حروب إلى ترامب حال حصوله الجمهوريين، ومنها حربه على إيران ونقض الاتفاق النووي، ومنها حربه على كوريا، ومنها ضرب بشار الأسد، لأنك تعلم بأن الجمهوريون هم صقور أو هم المتطرفون ويميلون إلى الحسم العسكري ولا يميلون إلى التفاوض، أي يعودون بأمريكا إلى سياسة القطب الواحد والقوة. وبالمناسبة لو أراد الأمريكان أن يصدروا أمرا إنذاريا الآن، عليكم الانسحاب الروسي، ينسحب الروس، أو لبشار الأسد توقف الآن سيتوقف، أو اخلي دمشق سيخليها لأنه خلال 10 دقائق سيتم اغتياله، هم لا يريدون أن يتدخلوا ولا يستطيع، ولا عندما هددوه تهديدا بالكيماوي سلم الكيماوي عندما ضرب، وهم يهمهم بالنهاية أولا وآخرا أمن إسرائيل، ولا يهمهم مصلحة الشعب السوري نهائيا سواء بقي منه
احد ام لم يبقى. 24 جهاز استخبارات الان في سوريا تجمع معلومات من الذي يلبس اسود بالثوار، لديك 111 فصيل من الثوار بغض النظر عن اندماجاتها وعدمه، ولديك 104 فقط بحلب. الان الاستخبارات تجمع معلومات، لا تجمع معلومات عن الحشد الشعب الصفوي، تتكلم عن 43 ميليشيا، تجمع الثوار 24 فصيل الان مصنفه لدى الاستخبارات الغربيه بانها دواعش من فصائل الثوار وهي لا تعلم. فهم يجمعون من يلبس اسود ويجمعون من له لحيه، هذا كل ما يجمعونه، ولا يهمهم الا المد الاسلامي السني المتطرف. نعم. في ما يخص الحسم العسكري، هل الحسم العسكري في معركة حلب سواء لصالح المعارضة أو النظام سيؤدي بالضرورة إلى طرح قضية التقسيم باعتقادك؟ بالنسبة لحلب، أولا يجب أن نعلم بأن المصطلح، يعني أنت إعلامي ومرموق، فأقول لك بصراحة المصطلح يعني الذي تسمعه بوسائل الإعلام ليس صحيحا أنه سيتم فك الحصار عن حلب. نعم. فك الحصار عن حلب يحتاج إلى قوة لا تقدر ب200 إلى 300 ألف مقاتل بتسليح كامل بسيطرة جوية مطلقة من السماء، وهذا الكلام عار عن الصحة تماما. لا يستطيع الآن الثوار، يمكن أن يفتحوا ثغرة، يمكن أن يعيدوا الكاستلو، لكن سيدفعون الثمن باهظا لأنهم فرطوا بالكاستلو سابقا. وبالتالي أقول لك بصراحة بأن السيناريوهات الموجودة الآن، إذا سقطت حلب ستنتهي الثورة وسيتم التخلص من بشار الأسد ليأتي ببشار أسد آخر يمحي كل ما عمله بشار الأسد، حتى أن بشار الأسد بداخله ومن داخل نظامه وبتسريبات استخبارية غير راغب بأن تنتهي حلب، لأنه يعرف أن بداية حقنة النهاية، الجرعة النهاية سيعطونه إياها وسينتهي مع نهاية الثورة. لذلك الثوار بحلب يجب أن يعلموا علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين بأنهم إذا فرطوا بحلب، حتى هذه اللحظة لا يوجد قيادة وسيطرة واحدة، بأنهم يجب أن يعلموا بأنه لا ملجأ لا بقاء للثورة، لا يوجد شيء يناقشون عليه. الجبهة الجنوبية بردت، تم تبريد، والتبريد هو يتبعه الهدن، والهدن يتبعها باصات خضراء، ثم بعد ذلك الذهاب إلى المخيمات وتحويل كل الممسوكين بهذه القضايا إلى الإعدام بتهمة خيانة النظام والتعامل مع الغير. أما أن النظام باع سوريا إلى إيران والروس فليس مشكلة. نعم نعم. المحلل العسكري والاستراتيجي هشام خريسات، كنت معنا في هذا الملف، شكرا جزيلا لك. وإلى ملفنا الثاني وإلى جنيف، مباحثات وزيارات مكوكية من أجل إعادة سير عجلة التفاوض، البداية مع هذا التقرير. في آب كانت التوقعات تتجه إلى عقد جولة جديدة من مباحثات جنيف بين المعارضة السورية ووفد يمثل نظام الأسد. كان التقارب الأمريكي الروسي يوحي بأن الجولة القادمة ستكون حاسمة وستحمل قرارات تقود إلى فهم مشترك لإيجاد حل للحرب التي يقودها بشار الأسد وميليشياته الإيرانية والعراقية واللبنانية على الشعب السوري وبدعم من روسيا. وقبيل هذا التقارب وبعده قام ديمستورا بجولات دبلوماسية مكثفة، فالتقى بعدد من المسؤولين الدوليين، كما زار طهران وأرسل نائبه إلى دمشق، ومن إيران حصل على موافقة مشروطة لاستئناف المفاوضات، والشروط هنا تنص على حل يحمي الأسد وبالتالي يحمي مصالحها. ومن دمشق أعاد نائبه رمزي عز الدين رمزي بموافقة النظام على استئناف المفاوضات ولكن وفقا للشروط الإيرانية. كانت الطريق سالكة أمام جنيف، إلا أن حدة التصريحات بين اللاعبين الرئيسيين موسكو وواشنطن تصاعدت بشكل غير مسبوق في الأيام القليلة الماضية، كما أن زحف الثوار وتصميمهم على فك حصار حلب خلط الأوراق جميعها. وكانت تصريحات المعارضة السورية على لسان رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات أسعد الزعبي واضحة وصريحة على ترتيبات عمل ديمستورا، وتنص على طرح نواب لبشار الأسد وتقليل صلاحياته، قائلا إن هذه المقترحات إيرانية أو روسية وهي تميل لصالح النظام. الزعبي أردف قائلا إن الأسد مجرم ويجب أن يحال لمحكمة الجنايات، وأن أي خطة للحل تتضمن بقاءه في السلطة تعد مخالفة لقرارات جنيف واحد التي تعد المرجعية الأساسية للحل في سوريا. إذن فإن موقف المعارضة وصل مسامع المبعوث الأممي والروسي وإيران، فأي حلول تخرج عن هذا الإطار ستبقى مع صداها تدور فقط بمخيلة الخامنئي وبوتين والأسد.
أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا من جديد. للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، وأيضا عضو الهيئة العليا للمفاوضات محمد صبرة. أرحب بضيفي الكريمين، وأبدأ من عندك سيد جورج. هل خرجنا من إطار البحث الآن عن حل سياسي إلى إطار تحسين الأوضاع قبل استقبال الإدارة الأمريكية الجديدة؟ بطبيعة الحال لا يمكن الجزم بأن الحل سيكون مع هذه الإدارة. نعم. هذا الأمر غير وارد على الإطلاق، لكن كما تفضل هناك أولا متغير، هناك عملية تحسين شروط عند كل الأطراف، يعني ليس فقط طرف واحد إنما كل الأطراف المتورطة. السؤال المطروح هو الآن هو أي أفق، لأننا الآن طبعا أمام متغيرات كثيرة. المتغير الأول هو محادثة في تركيا مؤخرا، وبالتالي هذا الأمر سوف يترك دون أن يشك تأثيرات مباشرة على الوضع في سوريا. الأمر الثاني هو ما هو مصير حلب، هل ستبقى معلقة، هل ستعود إلى المعارضة، هل طبعا سوف تسقط في أيدي النظام، كل هذه الفرضية مطروحة. المؤشر المهم باعتقادي هو القمة الثنائية التي سوف تعقد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي في 9 من الجاري كما هو مقرر. ربما هذا يلقي الضوء أكثر فأكثر على مستقبل المفاوضات. الكل حتى الآن باعتقادي قد وافق على استئنافها دون تحديد موعد نهائي بعد. نعم. أنتقل إليك عضو الهيئة العليا للمفاوضات محمد صبرة. سيد محمد، يعني في كل مرة كان يدعو فيها ديمستورا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات إلى جنيف، كان يشدد على أهمية حصول تقدم على الأرض إن كان وقف الأعمال القتالية أو إيصال المساعدات الإنسانية، لكن هذه المرة الوضع قد اختلف. يعني هل يمكن القول أنه لا حل سياسي في سوريا اليوم؟ مساء الخير لك والسادة المشاهدين السيد مرحبا جورج. تحليل السيد جورج كان قريبا جدا من الدقة. طبعا قبل السؤال أنه هل هناك جولة مفاوضات جديدة، يجب أن نسأل هل هناك بيئة ملائمة، هل هناك شروط لنجاح هذه المفاوضات في حال حدوثها؟ للأسف الجواب لا، الإدارة الأمريكية ليست جادة حقيقة في تحقيق حل سياسي في سوريا. إدارة الرئيس أوباما رفعت منذ بداية الثورة السورية 4 من اللاءات المشهورة والمعروفة، لا للتدخل العسكري، لا للسلاح النوعي للثوار السوريين، لا ضغوط سياسية جدية من أجل تحقيق حل سياسي يرضي طموحات السوريين، وفي نفس الوقت لا للسلاح النوعي للثوار حتى يتمكنوا هم من إسقاط نظام بشار الأسد. هذه اللاءات ما زالت موجودة حتى تاريخه. إذا ماذا يحدث من تحركات سياسية؟ أظن بأن التحركات السياسية الآن هي نوع من استباق التغير الذي سيحدث في الإدارة الأمريكية، أيا كانت هذه الإدارة سواء جمهورية أو ديمقراطية، أي أن هناك من يحاول أن يضع أمور أو تحديد مسارات الحل حتى تكون الإدارة الأمريكية المقبلة ملزمة بهذا الأساس الذي يعني يتم بناؤه. نعم. يعني هل تحول الملف السوري أو هل بسبب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، هل تحول الملف السوري من ملف يبحث عن حل إلى ملف يراد تجميده ربما للرهان على نتائج الانتخابات الأمريكية مع تمسك كل طرف بمواقع مهمة على الأرض؟ تماما. يعني الآن عمر الإدارة الأمريكية من الناحية التنفيذية الموجودة حاليا هو مجرد 2 شهر فقط لا غير. من هذين الشهرين هناك حوالي 3 أسابيع عطلة، يعني عمليا هناك 5 أسابيع فقط أمام الإدارة الأمريكية حتى تتخذ إجراءات تنفيذية، بعد ذلك تدخل في إطار الكف عن اتخاذ إجراءات كبرى تتعلق بالسياسة الخارجية حتى لا تؤثر على مصير الانتخابات الأمريكية. هذه أعراف مستقرة في السياسة الأمريكية وفي الانتخابات الأمريكية، وبالتالي نحن نرى بأن هناك محاولة لإدارة هذا الوقت الضيق جدا عبر الضغط على أكثر من طرف من أجل تثبيت نوع من محددات أساسية للحل حتى تكون الإدارة المقبلة ملزمة بهذه المحددات. هذا ما نلمسه للأسف، لأن إدارة جلست 5 سنوات لم تمارس أي نوع من أنواع الضغوط، لا السياسية ولا القانونية، لم تحرك ساكنا، لم تفعل شيء حقيقي من أجل إنضاج حل عادل للمسألة السورية. الآن في 5 أسابيع
أظن أنه لا يمكنها أن تنجز مثل هذا الحل، خاصة وأن الحل في سوريا بات يتعلق بترتيبات شاملة للإقليم بكامله. الحل في سوريا سيؤثر على خريطة تركيا، على خريطة العراق، على توازنات المنطقة، على خريطة السعودية، على خريطة إيران. إذن لم يعد الحل محصورا داخل الجغرافيا السورية، هو نتيجة طول هذه الأزمة ونتيجة ترك العامل الإيراني يتوحش بهذه الطريقة ويمارس دوره بكل أريحية ودون أي ضغوط. نرى بأن الأوراق قد اختلطت كثيرا، وبالتالي لا يمكن إنجاز حل سوري خلال هذه الخمسة أسابيع حتى نقول بأننا ممكن أن نتفائل أو ممكن أن نرجو بأنه سيتحقق السلام في الأيام القادمة. نعم، أنتقل إليك سيد جورج علم. يعني سيد جورج، هل تعتقد الآن بأن الإدارة الأمريكية المقبلة لن تتسلم الوضع كما هو، وأنما ستتسلم ملفا مخططا جاهزا فقط للتنفيذ؟ يعني هناك آلية في عقل الإدارة المقبلة ستنفذها؟ اعتقادي أولا الآلية، طبعا أنا أوافق الرأي في هذا المجال، لأن كل إدارة ربما طبعا لها وجهة نظر إلى حد ما من ناحية التخطيط لا أكثر ولا أقل، لأنني من المؤمنين أن دول كبرى مثل الولايات المتحدة إنما تتبع استراتيجيات لا تتغير مع تغير الأشخاص. هذا أولا. الأمر الثاني والمهم يجب أن لا يغيب عن بالنا بأن الملف السوري لم يعد حالة قائمة بحد ذاته بنظر الدول الكبرى أمثال الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أن مصلحة تقتضي بالآتي: أي تصور على المشهد السوري تقارنه الإدارة الأمريكية من زاوية مصالحها بالتطور على المسرح الإيراني، على المسرح اليمني، على المسرح الليبي، على المسرح العراقي، على مسرح سائر الدول التي شهدت ربيعا عربيا. إذن الملف السوري بمعناه الشامل أصبح مرتبطا بمجموعة من الملفات بنظر الإدارة الأمريكية وبنظر روسيا، لذلك لا يمكن القول بأن هناك ملف سوري خالص له اهتمام خاص بمعزل عن الملفات الأخرى التي تعني الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط. لذلك أقول بأنه من الصعب جدا إحداث تغيير في المشهد السوري السياسي، أقله السياسي، في يعني الشهرين المقبلين أو ما تبقى من ولاية الرئيس باراك أوباما. ربما هذا الأمر سيكون مؤجلا طبعا حتى إدارة أمريكية جديدة، لكن هذا لا يمنع مثلا نسمع الآن عن هدنة في حلب، نعمل أن تتحقق هذه الهدنة. نسمع الآن مثلا عن تغييرات معينة لإحداث صدمة إنسانية بمعنى ممرات آمنة، رغم عدم وجود خطة واضحة لذلك، ولكن هناك كلام كبير في هذا الشأن. لذلك باعتقادي هناك بين مزدوجين إذا سمحت تجميل ربما للوضع الميداني من الناحية الإنسانية، لكن أنا باعتقادي هذا لن يؤثر على مسار المفاوضات سواء كانت يعني في جنيف قريبا أو خارج جنيف. أنا أتوقع أن الحل سيكون ربما طبعا مع إدارة أمريكية جديدة وليس مع هذه الإدارة. نعم، كيف سيد محمد صبرا، كيف يمكن للمعارضة الآن أن تستفيد من هذه الأسابيع الأخيرة لأوباما في الحكم؟ الآن وفي السابق وفي المستقبل هو أن تتمسك بثوابت أساسية. الآن كما تفضل الأستاذ جورج، لم تعد المسألة السورية هي مسألة سورية خالصة بالمعنى الكامل. هناك حقيقة إعادة لمحاولة إعادة تموضع القوى الإقليمية في الإقليم بشكل عام. نعم. ربما هناك محاولة لإعادة قسم القرارات، وبالتالي مطلوب من المعارضة الآن أن تطور خطابها السياسي نحو خطاب وطني جامع يتمسك بوحدة سوريا ويرفض المساس بالوحدة الجغرافية للكيان السوري الذي نشأ منذ 100 عام. هذا خط يجب أن تطوره المعارضة السورية، أن لا تدخل كثيرا في بعض التفاصيل التي ربما تريد بعض الدول إغراق المعارضة في مثل هذه التفاصيل، أن تتمسك بحقوقها الثابتة والتي لا يمكن أن تتبدل وفق أحكام القانون الدولي، أن تتمسك بقضية ضرورة محاكمة مجرمي الحرب وعلى رأسهم بشار الأسد وال74 مجرم الذي ذكرتهم لجنة التحقيق الدولية، أن تتمسك أيضا بتطبيق
كامل الالتزامات القانونية وفق أحكام القانون الدول الإنساني. هذه قضية أساسية يجب أن لا تتنازل عنها المعارضة السورية في المرحلة المقبلة. نعم، هل كيف تقرأ زيارة ديمستورا لإيران سيد محمد؟ يعني للأسف ليست الزيارة الأولى، يعني ليست الزيارة الأولى لا من ديمستورا ولا من الوسيط الدولي السابق ولا الأسبق، يعني كان كوفي عنان وكان الأخ الإبراهيمي في حالة يعني زيارات متكررة لطهران، لأنهم يدركون أن جزءا من قرار بشار الأسد أصبح مملوكا من قبل الإيرانيين. لم يعد بشار الأسد يمثل أي شيء سوى ميليشيا سورية تسيطر على جزء من الأرض وتدار من قبل الحرس الثوري الإيراني، هو مجرد مكون صغير في السياسة الإيرانية الطامحة لبناء إمبراطورية تقوم على أساس مذهبي. هذه حقيقة الأمور في سوريا وهذا ما يجب أن نرفضه بشكل مستمر. نعم، يعني سيد جورج، علم إطالة أمد الأزمة والمروحة في الميدان غيبت أي أفق للحل، ألا تتفق مع هذا الطرح؟ الحقيقة أنا أخشى، وطبعا بمدى كبير، أن ما يجري ربما خلال هذه المرحلة من الوقت الضائع على مستوى الإدارة الأمريكية، أخشى أن تكون أو أن يكون عدد كبير من اللاعبين الإقليميين إنما يلعب على أوتار تقسيم وتخفيف الكيان السوري، وهذا أمر مؤسف وغير. لذلك يعني ينتابني خشية، لا أملك معلومات، من القمة المقبلة ما بين تركيا وبين روسيا، وأخشى أكثر يعني في ظل مع الأسف الشديد تباعد على المعارضة والضغوط طبعا التي تتحملها من الإقليم أو من الداخل، أن يسهم هذا التباعد بشكل أو بآخر بفرض أمر واقع معين على الأراضي السورية، وهذا طبعا قد يستفحل إلى حين يعني الجلوس حول مائدة جدية لرسم حلول نهائية للوضع السوري. لذلك المرحلة ضبابية، ولكن هذه الضبابية يكتنفها الكثير من الغموض حول مستقبل الكيان السوري. طبعا أنا من المؤيدين جدا بوحدة الأراضي السورية بالتراب السوري، لأنني من المؤمنين بأن وحدة التراب اللبناني هي من وحدة التراب السوري. لذلك هناك خطر كبير يتعدد الكيانين معا، خصوصا وأن في لبنان أيضا هناك فراغ رهيب على مستوى مؤسسات الدولة، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، مجلس النواب إلى ما هنالك، في ظل طبعا عدد كبير من البندقيات غير الشرعية التي تفسد نفوذها على الأراضي اللبنانية، وهذا بطبيعة الحال ما يجعلني فعلا في موقع الارتياب والخوف من أن يكون المخطط يستهدف البلدين فرض أمر واقع جديد عندما يحين أوان تسوية بشكل جدي. نعم، يعني البعض يقول في هذا السياق بأن جنيف هو يعني بداية الكارثة، أو انتهاء جنيف هو بداية الكارثة، وستكون الدول الكبرى لديها سكين بعد مؤتمر المفاوضات. برأيك ما هي السكين التي ستجز فيها الولايات المتحدة أو روسيا أو المجتمع الدولي المنطقة؟ في طبيعة الحال يعني كل ما يجري السؤال علي طبعا. نعم، كل ما يجري هو طبعا لمحاربة يعني أولا الأمة العربية كأمة، ولمحاربة طبعا وحدة الكيانات. يعني أنا لا أضع مثلا المثل السوري فقط أمامي، يعني علينا أن نأخذ باعتبار ماذا يجري في اليمن اليوم، لماذا لم يعني تحل هذه المسألة رغم المفاوضات ورغم الجهود التي بذلتها دولة الكويت؟ حتى الآن نرى أن اليمن ينتشر أكثر فأكثر وينزلق إلى معارك طاحنة. لماذا طبعا هذا الوضع المستمر في العراق بشكل مزري وبدون أي أفق؟ الوضع في سوريا، الوضع في لبنان والأزمة القائمة، الوضع في ليبيا لما هنالك. لذلك باعتقادي كل يعني ما إنما هو لمصلحة التفتيت والمصلحة المزيد من الكونتونات والمزيد من يعني الصفات المذهبية والفئوية لما هنالك. نعم، يعني سيد محمد أتوجه بسؤال إليك، هل هذا الاستعداد لدى المعارضة للعودة إلى التفاوض لم يعبد وحده طريق جنيف والعودة إلى المفاوضات، ماذا يمكن أن يكون تلقى أو حمل معه ديمستورا من طهران من وعود، أو ربما لم يحمل وعودا وهو فقط كان يهدف إلى إبقاء التواصل بين الأمم المتحدة وطهران؟
كيف تقرأ ذلك؟ سيدي يعني الآن إيران لا يمكن أن تقدم أي وعود. إيران منذ ظهرت الظاهرة الخمينية في إيران عام 1980 وهي تسعى لخلق إمبراطورية إيرانية تقوم على أساس تفتيت المنطقة وفق أساس مذهبي طائفي. رأينا سلوك إيران في العراق، رأينا سلوك إيران في اليمن، نرى محاولات إيران الآن التغلغل في المغرب العربي، في 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 لبنان رأينا سلوك إيران، وبالتالي لا يمكن استزاء الحالة السورية من ضمن السياسة العامة الإيرانية. نحن نقول إذا لم تقف دول المنطقة وتعيد الاعتبار لشبكة الأمان القومي العربي كما كانت موجودة في السابق وتعيد السياسة الإيرانية إلى حجمها الطبيعي، وهذا ليس دعوة للحرب أو لمواجهة إيران، نحن مع إيران دولة صديقة، نحن مع إيران الفارسية، لكننا لا يمكن أن نقبل بإيران التي تمارس مثل هذا التفتيت اللا أخلاقي للمنطقة على أساس مذهبي وطائفي حتى تحقق مطامعها السياسية. نحن نريد علاقات جيدة، علاقات صداقة، علاقات تعاون مع إيران المنكفئة على ذاتها التي تهتم بشؤون شعوبها في داخل الكيان الإيراني. هذا ما نريده الآن من إيران، هذا ما نطلبه من الولايات المتحدة الأمريكية، ما نطلبه أيضا من الأمم المتحدة. السيد المشترى عندما زار طهران لم يأتي بأي شيء جديد، هذا كل ما أظن أنه مجرد محاولات لإقناع إيران بأن تلين موقفها قليلا من بشار الأسد، وأظن بأن هذا الأمر لن ينجح على الإطلاق. نعم، المبعوث ديمستورا كان حذر من سقوط مفاوضات جنيف وعدم إمكانية التوصل إلى حل سياسي في سوريا. هل يمكن أن اللجوء إلى الخطة باء في حال سقوط المفاوضات هذه المرة سيد محمد؟ يعني من يصنع السلام في سوريا ليس مفاوضات جنيف، لنعترف بهذه الحقيقة. من يصنع السلام في سوريا هو قرار الدولي والإقليمي الذي يقول كفى للحرب، والذي يقول سأذهب إلى حل المسألة السورية وفق أحكام الشرعية الدولية وفق قرارات مجلس الأمن التي صدرت في الحالة السورية. هذا ما يصنع السلام، وما يصنع الخطة باء ليس فشل المتفاوضين في جنيف أو غيرهم، ما يصنع الخطة باء هو ما تريده هذه الدول الفاعلة حقيقة، جميع دول المنطقة حتى دول الاتحاد الأوروبي الكبرى التي تقود الاتحاد الأوروبي هي محتارة جدا من سلوك الإدارة الأمريكية. هي دائما تكرر نحن لا نعرف ماذا يريد، ماذا تريد الإدارة الأمريكية الحالية. هذا الكلام، هذا الاستغراب الذي يقوله أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يثبت بأننا في حالة تخبط وحالة ضبابية لا يمكن الآن تحديد أي مسار للمستقبل. حقيقة هناك كياننا في خطر، وطننا في خطر، وأوطان هذه المنطقة بكاملها في خطر، شعوب المنطقة الآن بكاملها تذهب باتجاه التفتيت المذهبي وباتجاه حروب قد لا تنتهي بعشرات السنين. المسألة لم تعد مسألة هذه الدولة أو تلك، هذا مثل أحجار الدومينو، إذا سقط حجر ستتداعى كل الأحجار. نحن نتحدث عن منطقة متداخلة اجتماعيا ثقافيا، متداخلة دينيا، متداخلة إنسانيا ولغويا، وبالتالي لا يمكن عزل أي جزء من هذه الخريطة عن الأجزاء الأخرى والقول بأن دائرة النار ستبقى ضمن هذا الحيز الجغرافي ولن تطال الآخرين. الشعوب المنطقة عليها الآن أن تدرك بأن أوطانها في خطر، وعليها أن تكون فاعلة، نخبها السياسية والثقافية والروحية والدينية، عائلاتها الحضارية والإنسانية، عليها أن تدرك بأن الجميع ذاهب إلى محرقة إذا استمرت الأمور على هذه الحالة. نعم، السيد جورج، محللي قالوا أن التنسيق الأمريكي الروسي لا يعدو كونه اتفاق على تحييد مسار الطائرات الحربية، وليس هناك أبعاد سياسية، وأن النظام مطمئن إلى أن روسيا لن تتخلى عن بشار الأسد. كيف تقرأ ذلك؟ الحقيقة هذه من التفاصيل، هذه من التفاصيل الصغيرة. باعتقادي عندما يجتمع الروس مع الأمريكيين على هذه المستويات إنما الأبحاث ستكون أبعد من ذلك بكثير، وربما أبعد من سوريا أيضا. طبعا يعني نحن كعالميين ربما نحاول طبعا أن نكبر الأمور الصغيرة بروباغندا إعلامية ربما، لكن باعتقادي عندما تعقد اجتماعات على هذه المستويات الأمور هي أكبر وأكثر تعقيدا من ذلك. لذلك باعتقادي السؤال المطروح هو نرى أن هناك الكثير من الاجتماعات الروسية الأمريكية والكلام عن تفاهمات واتفاقات لما هنالك، ومن ثم في اليوم التالي
نعود لنرى أيضا يعني معركة إعلامية بين الطرفين، كل طرف مشي الاعتماد إلى الآخر، كأن الاجتماعات التي أخذت كانت اجتماعات نارية. لذلك باعتقادي كله كل هذا الأسلوب بات باعتقادي يعني واضحا وفاضحا. ربما طبعا هناك تفاهمات في العمق ليس حول سوريا إنما حول المنطقة ككل، إنما يعني لا زلنا بعيدين جدا عن حقيقة ما يرسم لهذه المنطقة. نحن طبعا نحتفل ربما بمئوية شيكسبيكو الذي جزأ هذه المنطقة بعد سقوط السلطنة العثمانية. نحن أمام شيكسبيكو جديد، هو طبعا ما بين كيري ولا خوف جزء التعبير هذه الختتان لهذه المنطقة. هذا هو السؤال الكبير، وربما طبعا الجواب يأتي في السنوات المقبلة. دعنا نقول هنا طبعا عن مهمة دمشقورة في إيران. أريد أن أكون جازما ووفق معلومات بأن الإيرانيين إذا ما أرادوا أن يعطوا لن يعطوا الأمم المتحدة، إنما يعطوا الولايات المتحدة الأمريكية حول السعودية وغير السعودية من خلال ما تقدمه الولايات المتحدة طبعا من إفراج عن المساعدات، من تدعيم الاتفاق حول النووي إلى ما هنالك. لذلك طبعا العنوان هو السعودية، لكن دائما المواضيع هي ربما أبعد من سوريا. أضف إلى ذلك يعني الإيرانيين أشاروا مثلا مع دمشقورة كيف أن الأمم المتحدة وضعت السعودية على لائحة طبعا التنزل على الدول التي ستدان بأعمال لا إنسانية في اليمن، ومن ثم سحبت هذا الاسم. هذا الأمر بطبيعة الحال أشاره الإيرانيون مع موفد يعني الأمين العام للأمم المتحدة، رغم أنه ذهب إلى طهران في مهمة تتعلق بسوريا، لكن المحادثات كانت أبعد من ذلك. أمام لعبة الأمم يعني الحقيقة نحن كما يقال بين أرجل الفيل الكبار. نعم، أشكر ضيفي المحلل والكاتب جورج علم وأيضا عضو هيئة المفاوضات السورية العليا محمد صبرة. مستمعينا، في ختام هذا البرنامج نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله. ملف اليوم السابق.